أهلا بكم عزيزاتي أعزائي طالبات وطلاب الثانوية العامة في سلسلة جديدة تخص منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي. نسمي هذه السلسلة مشاهد وأفكار ونواتج. هنتكلم على المشاهد التاريخية في كل فصل من الفصول الثمانية وأهم النواتج، نواتج التعلم المرتبطة بهذا المشهد وأهم الأفكار اللي ممكن تيجي منها أسئلة امتحان آخر العام إن شاء الله. علشان ما أطولش عليكم تعالوا ندخل في الموضوع مباشرة. وطبعا ما ننساش إن شعارنا دائما في قناة المحيط الأحمر هو افهم حلل فسر. قبل ما ندخل في المشاهد اللي احنا هنختارها النهارده من الفصل الاول هنشوف سؤالين علشان ندرك اهمية الحاجات اللي هنعملها مع بعض، اهمية المشاهد والنواتج والافكار. السؤال الاول، اهتمت الحملة الفرنسية بالاوضاع الصحية في مصر. كلنا درسنا الفصل الاول وشفنا اثار الحملة الفرنسية على مصر مثل القضاء والاثار الاقتصادية الى اخره، ومن ضمن هذه الاثار اتكلمنا عن الجانب الصحي. واكيد كلنا عارفين ان نابليون بونابرت انشأ مراكز للحجر الصحي في عدة مناطق في مصر. السؤال بتاعنا بيدور حوالين هذه الفكرة. في ضوء العبارة السابقة، أماكن إنشاء مراكز الحجر الصحي لها دلالة سياسية. يبقى احنا هنا خلي بالنا زي ما تعودنا دايما نقول واحنا بنشرح مع بعض نركز على الكلمات الموجودة في عبارة السؤال، لازم نتوقف عند كل كلمة وخاصة كلمة مميزة بقدر أتوصل لها وهي الكلمة مفتاح الإجابة. هنا الكلمة مفتاح الإجابة إن أماكن مراكز الحجر الصحي اللي اختارها نابليون لها دلالة سياسية، وبناء عليه ببدأ أنتقل إلى الاختيارات الأربعة أو المشتتات الأربعة. ما هي الدلالة السياسية لأماكن اختيار نابليون بونابرت لمراكز الحجر الصحي؟ هل سيطرت الحملة الفرنسية على معظم أرجاء مصر؟ فشل نابليون في إخضاع الصعيد؟ انتشار الأوبئة خلال تواجد الحملة الفرنسية؟ اصطحاب الحملة الفرنسية لهيئة طبية. ننتقل إلى السؤال الثاني، كسدت التجارة في عهد نابليون بونابرت وضعفت الإيرادات بسبب الحصار. كلنا عارفين إن الحملة الفرنسية كانت محاصرة من الشمال بالأسطول الإنجليزي ومحاصرة من الجنوب في الصعيد عن طريق المماليك، وبالتالي التجارة في عهد نابليون بونابرت وفي عهد كليبر أيضا كانت مصابة بالكساد، مفيش حركة تجارية ومفيش إيرادات لنابليون بونابرت بصفته الحاكم لمصر. في ضوء العبارة، أي مما يلي كان نتيجة للموقف الاقتصادي للحملة الفرنسية؟ من خلال العبارة عرفنا أن الحملة الفرنسية في مأزق اقتصادي، التجارة كاسدة ومفيش إيرادات، ونابليون بونابرت محتاج فلوس عشان يصرف على الحملة. ايه النتيجة من هذه الاربع احتمالات للموقف الاقتصادي؟ هل خلق تناقض في مواقف الجزيرة العربية تجاه الحملة الفرنسية، يعني هذا الموقف الاقتصادي ادى في نهاية الامر الى وجود تناقض في مواقف عرب شبه الجزيرة العربية تجاه الحملة، أم اتجاه نابليون إلى تمصير القضاء، أم إدخال نباتات جديدة إلى مصر، أم إصلاح ترسانة الجيزة؟ بكده نكون انتهينا من الأسئلة، هم سؤالين بس عشان ندرك أهمية المشاهد والنواتج والأفكار. تعالوا نشوف مع بعض أول مشهد من مشاهد الحملة الفرنسية اللي هنهتم بيها في الحلقة الأولى من سلسلة مشاهد ونواتج وأفكار. المشهد الأول، مشاهد آثار الحملة الفرنسية على مصر، ده العنوان الرئيسي، إنما هنتكلم عن مجال التجارة. نبدأ ننتقل إلى
أسباب هذا الوضع الاقتصادي السيء اللي كانت بتعاني منه الحملة الفرنسية خلال عهدي نابليون وكليبر. قدامنا دلوقتي الثلاث أسباب الأساسية لهذا الوضع الاقتصادي السيء: الحملة محاصرة من الشمال بالأسطول الإنجليزي، ومن الجنوب مراد بك والمماليك، ومن الشمال الشرقي وجود العثمانيين في بلاد الشام. يبقى إذن الحملة الفرنسية أو مصر خلال عهد نابليون وكليبر كان ممنوع عليها تمارس التجارة مع هذه الاتجاهات. مفيش عندي غير اتجاه الشرق واتجاه الغرب اللي بيوصلنا إلى الشمال الإفريقي. نركز على الاتجاهات. نتيجة لهذا الموقف الاقتصادي والتجاري السيء اللي بيعاني منه نابليون والحملة الفرنسية، بيبدأ نابليون بونابرت يوثق علاقاته التجارية مع شريف مكة. شريف مكة بمعنى حاكم مكة. إذن شريف مكة في هذا الوقت نابليون لم يجد منفذ يتاجر معاه إلا مع شريف مكة. هذه العلاقات التجارية اللي وثقها نابليون بونابرت مع شريف مكة أدت إلى نتيجة تعلم مهمة جدا مش هتلاقوها غير عندنا في قناة المحيط الأحمر. إيه نتيجة التعلم اللي في غاية الأهمية؟ موقف عربي متناقض من الحملة ونابليون. يعني إيه موقف عربي متناقض من الحملة ونابليون؟ كلنا عارفين عندما حاول نابليون بونابرت إنه يخضع الصعيد ومراد بك والمماليك فشل. فشل بسبب عوامل متعددة ممكن نقولها أو نتذكر بعضها: بسبب طول الوادي، 2 اسلوب القتال الغير تقليدي، اسلوب الكر والفر اللي اتبعه اهل الصعيد مع الحملة الفرنسية، ولا ننسى دعم المماليك العسكري والمعنوي لاهل الصعيد. احنا دلوقتي بنقول اسباب فشل نابليون في اخضاع الصعيد. السبب الرابع ده اللي يخصنا، وهو الدعم العسكري من بعض اهالي شبه الجزيرة العربية. يبقى اذا انضم عرب شبه الجزيرة العربية الى أهل الصعيد في جنوب مصر ضد الحملة الفرنسية، وهذا موقف تضامن جميل جدا من أهل الجزيرة العربية مع أهل مصر. يبقى إذا أهل شبه الجزيرة العربية وقفوا ضد الحملة الفرنسية عكس موقف شريف مكة. يبقى هنا تناقض عكس بعض. شريف مكة وثق علاقاته مع نابليون بونابرت ومع الحملة الفرنسية. يبقى إحنا عندنا موقف رائع وفيه تضامن ومساعدة للمصريين من أهالي شبه الجزيرة العربية مع أهل الصعيد. الموقف المتناقض هو موقف شريف مكة من نابليون والحملة الفرنسية، واضح أنه عكس أهل الجزيرة اللي ساعدوا أهل الصعيد. نتيجة تعلم في غاية الأهمية. زيادة في الفهم، ممكن حد يسأل ليه شريف مكة توافق وعمل علاقات جيدة مع الحملة الفرنسية ومع نابليون، بس دي مش موجودة في منهجنا. كان هناك خلاف ما بين الدولة العثمانية وما بين شريف مكة، فوثق شريف مكة علاقاته مع نابليون حتى يكون عونا له ضد السلطان العثماني. بناء عليه نركز عشان الامتحانات، تمكن نابليون من الاتجاه إلى جهة الشرق لكي يوثق علاقاته التجارية ويخرج من المأزق اللي هو فيه. ليه؟ لأن جهة الشمال والجنوب والشمال الشرقي مقفولة عليه. يبقى ده المنفذ وده الاتجاه شرقا نحو مكة وشريف مكة، وتم تبادل تجاري كبير ما بين الحملة الفرنسية ومع شريف مكة. إذن من خلال هذا المشهد نقدر نستنتج كثير من نواتج التعلم الهامة جدا. أولها أن الوضع التجاري والاقتصادي للحملة الفرنسية في مصر كان سيئا جدا نتيجة كساد التجارة ونتيجة الحصار من الشمال والشمال الشرقي والجنوب. نتيجة التعلم الثانية أن نابليون بونابرت هو أول من بدأ التفاهم مع شريف مكة وفتح طريق للتجارة المصرية مع شريف مكة. نتيجة التعلم الثالثة ان هذا الموقف لشريف مكة في تناقض مع عرب شبه الجزيرة العربية اللي ساعدوا اهل الصعيد ضد
الحملة الفرنسية. نتيجة التعلم الرابعة وهي هامة جدا وهنتكلم عنها في مشهد آخر، وهي تخص مينو، إن مينو استفاد من إنجازات نابليون في مجال التجارة. نركز على هذه النتيجة، دي من النتائج الجديدة اللي ممكن تسمعها في قناة المحيط الأحمر. استفاد مينو من إنجازات نابليون في مجال التجارة شرقا إلى الجزيرة والبحر الأحمر. لما نيجي نتكلم عن التجارة في عهد مينو هنقول إن مينو فتح نفس الطريق وسلك نفس الطريق في التجارة مع مكة ومع شريف مكة، يبقى إذا استفاد مينو من إنجازات نابليون في مجال التجارة وهو الاتجاه شرقا. تعالوا نتوقف عند العلاقات التجارية زمن مينو عشان نستوعب إيه نتيجة التعلم الهام اللي احنا قلنا عليها. العلاقات التجارية زمن مينو، عاوزين نأكد على إن مينو استفاد من إنجازات نابليون بونابرت في مجال التجارة شرقا إلى الجزيرة والبحر الأحمر. أمامنا طبعا مكة وشريف مكة، مينو سلك نفس الطريق اللي سلكه نابليون وهو الاتجاه شرقا نحو الجزيرة والبحر الأحمر بالاتفاق والتفاهم مع شريف مكة، يبقى استفاد مينو من إنجازات نابليون في مجال التجارة. إذن دي علاقات تجارية فعلية، يبقى نلاحظ علاقات مينو التجارية مع شريف مكة شرقا الجزيرة العربية كانت علاقات تجارية فعلية. الكلام اللي هنقوله القادم في غاية الأهمية علشان بيحصل لبس عند كثير من الطلبة. موجود في الكتاب المدرسي إن مينو كان في برنامجه، يعني كان في مخططه إنه يتاجر مع جهات أخرى. ما هي هذه الجهات؟ الاتجاه جنوبا إلى الحبشة، أثيوبيا، وإلى السودان، وإلى الغرب أو إلى شمال إفريقيا. يبقى أنا عندي ثلاث اتجاهات مذكورة في الكتاب المدرسي، لكن اللي مش بناخد بالنا منه، معظمنا يعني مش بياخد بالنا منه، إن العلاقات مع شريف مكة زمن مينو كانت علاقات تجارية فعلية، إنما العلاقات، نلاحظ مع بعض بقى، علاقات تجارية كانت ضمن برنامج مينو ولم تتم. يعني الراجل كان حاطط برنامج، كلنا عارفين طبعا ان مينو كان عكس كليبر في البقاء في مصر، كليبر كان مقرر يرحل وتدخلت بريطانيا وافشلت معاهدة العريش، لكن مينو كان مقرر يبقى بالحملة وهيطول في مصر، وبناء عليه عمل الكثير من الاصلاحات اللي انت اكيد تعرفها. تعالوا مع بعض نشوف ايه الاتجاهات اللي كان مينو واضحها في برنامجه لكنها لم تتم. علاقات تجارية لم تتم مع الحبشة، السودان، شمال افريقيا. نركز على هذه النقطة جيدا، لان غالبية الطلبة بتبقى فاهمة ان الاربع جهات مينو تاجر معاهم، وايضا كثير من الطلبة بيكونوا فاهمين ان التجارة في زمن مينو امتدت الى الحبشة والسودان وشمال افريقيا، لكن اللي حصل ان الحبشة والسودان وشمال افريقيا مينو كان في نيته ان يوثق معاهم العلاقات التجارية، على اعتبار ان هو كان فاهم انه هيستمر بالحملة الى سنوات طويلة في مصر، لكن الحبشة والسودان وشمال افريقيا اي جهة الغرب وجهة الجنوب علاقات تجارية لم تتم ولكن كانت ضمن برنامج مينو. ننتقل الى مشاهد الصحة. مع بداية الحملة الفرنسية على مصر اصاب وباء الطاعون مصر، فحرصا من نابليون على حماية الصحة العامة للمصريين وحماية صحة جنوده انشأ اربع مراكز للحجر الصحي او للعزل الصحي، بحيث اي حد جاي من البحر المتوسط بيتم حجزه في مراكز الحجز الى ان يشفى، ولكن لا يسمح له بالاختلاط مع بقية الشعب المصري او مع الجنود الفرنسيين قبل ان يتم شفائه. اذا فين الاماكن اللي نابليون انشأ فيها محاجر الحجر الصحي او مراكز الحجر الصحي؟ ونركز على الاماكن على الخريطة. واحد القاهرة، اثنين الاسكندرية، ثلاثة دمياط، أربعة رشيد. هذه هي الأماكن فقط. تبدو معلومة بسيطة وعادية في الكتاب المدرسي ونسمعها من المستر وهو بيشرح، لكن لازم نتوقف عندها ونسأل نفسنا ليه نابليون ما أنشأش مراكز صحية في جنوب مصر؟
يبقى اذا ملاحظين انه مركز على القاهره والساحل الشمالي، دمياط، رشيد، الاسكندريه، وهذا له دلاله سياسيه في غايه الاهميه، وهي ان نابليون لم يكن مسيطرا على الصعيد. نركز ونفهم المقصود من الكلام. يبقى اذا توزيع مراكز الحجر الصحي يدل على دخول الاوبئه من جهه الشمال، تمام. اذا نابليون ركز على جهه الشمال. نتيجه التعلم الهامه اللي احنا عاوزين نوصل لها ان توزيع مراكز الحجر الصحي يدل، التوزيع الجغرافي في الشمال وفي القاهره يدل على ايه بقى؟ الدلاله السياسيه، عدم سيطره الفرنسيين على الصعيد. ننتقل الى المشهد الثالث في حلقتنا النهارده ان شاء الله، وهو مشاهد التحالفات العسكريه ضد الحمله الفرنسيه وتاثيرها على الحمله. تعالوا مع بعض نجمعها في مشهد واحد وناخد اهم نواتج التعلم ونستوعب الفكره. كلنا عارفين من خلال شرح القصه بتاع الحمله الفرنسيه ان الحمله الفرنسيه خلال وجودها من يوم ما دخل نابليون بونابرت الى مصر الى يوم خروج مينو من مصر الى فرنسا تعرضت لاربع تحالفات عسكريه. التحالف الاول، كل الممالك الاوروبيه في زمن الثوره الفرنسيه، مملكه اسبانيا، ايطاليا، المانيا، انجلترا، الامبراطوريه النمساويه المجريه في زمنهم، كل ملوك هذه الممالك خافوا من الافكار الجديده للثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه طلعت بشعار انساني جعلها من الثورات العالميه، الحريه، الاخاء، المساواه. ولكن الاهم من شعار الثوره الفرنسيه ما احدثته الثوره الفرنسيه على ارض الواقع. كلنا عارفين ان الثوره لما قامت بتحالف من الطبقة الوسطى، الطبقة البرجوازية، أصحاب وسائل الإنتاج، تحالفوا مع الطبقة الدنيا ضد النظام الملكي المطلق الفاسد وضد طبقة الإقطاع، وكانت النتيجة في النهاية القضاء على النظام الملكي وإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته والقضاء على طبقة الإقطاع. اللي حصل في فرنسا ده لم يكن شيئا هينا، ما كانش شيء بسيط، وانما كان مرعب لكل ملوك اوروبا في زمانهم. امبراطور الامبراطوريه النمساويه المجريه، امبراطور المانيا، ايطاليا، مملكه سردينيا، الامبراطوريه الرومانيه المقدسه، ملك اسبانيا، ملك بريطانيا، كل هؤلاء الملوك خافوا على عروشهم. لماذا؟ لان اللي حصل في فرنسا ممكن يتكرر عندهم، ولذلك تم انشاء التحالف الاول ضد الثوره الفرنسيه. كلنا عارفين ان نابليون حارب جيوش هذه الدول جميعا الموجوده على الارض. يعني ايه على الارض؟ اي الملتصقه بريا مع فرنسا وانتصر عليها. وكلنا عارفين ان نابليون بونابرت فشل في ضرب دوله واحده في عقر دارها وهي بريطانيا لأسباب عسكرية. كلنا عارفينها طبعا، ان انجلترا في هذا الزمن كانت تمتلك اكبر اسطول بحري بيمكنها من السيطرة على المحيط الاطلنطي والسيطرة على طريق رأس الرجاء الصالح وصولا الى الهند. يبقى اذا نابليون فشل في ضرب انجلترا لسبب عسكري. هناك سبب طبيعي اخر، وهو وجود بحر المانش بين فرنسا وانجلترا، وعلشان نابليون يعبر بحر المانش هيتصدى له الاسطول الانجليزي. في النهايه هذا التحالف الاول الاوروبي ضد الثوره الفرنسيه جعل نابليون ينقل الصراع مع انجلترا الى الشرق. نلاحظ اتجاه الحمله الفرنسيه الى الشرق. ماذا نقصد بمنطقه الشرق، او ممكن نسميها الشرق الاوسط؟ مصطلح الشرق الأوسط لما تسمعه اعرف ان المقصود منه مصر وشبه الجزيرة العربية وتركيا، هذه المنطقة او هذه الدائرة. وهناك مصطلح اخر اسمه الشرق الأقصى اللي بيضم اندونيسيا مثلا وكوريا واليابان والفلبين الى اخره. نرجع لموضوعنا ان نابليون نقل الصراع مع بريطانيا الى الشرق، وكان هدفه انشاء امبراطورية استعمارية. امبراطورية يعني هدفه ما كانش مصر بس،
لا ده كان عاوز ينشئ امبراطورية استعمارية وصولا الى الهند. الهند اغلى المستعمرات في هذا الزمن بالذهب والتوابل والمواد الخام. يبقى اذا مصر كانت مجرد محطة في الوصول الى الهدف الاكبر وهو الهند. طب ليه نابليون كان عاوز يوصل الى الهند عن طريق مصر؟ علشان يقطع طريق التجارة بين انجلترا الى الهند، اغلى المستعمرات واغناها في هذا الزمن. يبقى اذا نابليون كان هدفه يضرب انجلترا مش في عقر دارها بقى، خارج اراضيها في مستعمرة غالية جدا على انجلترا. يبقى وصول نابليون الى هنا هيمكنه من الوصول الى الهند. نطلع من الكلام اللي قلناه ان هذا هو التحالف الاول، كان تحالف دولي اوروبي ضد الثورة الفرنسية. نتج عن هذا التحالف نقل الصراع الى الشرق. هذا هو التحالف الاول، وكلنا عارفين ان بمجرد وصول الحملة الفرنسية الى الشواطئ المصرية تبعه الاسطول البريطاني، وتم تدمير الاسطول الفرنسي في معركة ابي قير البحرية. نشوف مع بعض التحالف واثره او نتيجته. نتيجته نقل الصراع الى الشرق، ونتيجته تدمير الاسطول الفرنسي وحصار الحملة الفرنسية في مصر من جهة الشمال. تعالوا نشوف مع بعض التحالف الثاني. التحالف الثاني كان عثمانيا، نركز مع بعض. الدولة العثمانية تحالفت مع روسيا عدو الامس. ما ننساش ان روسيا كانت هزمت الدولة العثمانية، واللي استغل هذا الضعف العثماني كلنا فاكرين علي بيك الكبير، وقام بحركة انفصالية في مصر. نرجع لموضوعنا، نلاحظ مع بعض ان السياسة ما فيهاش صداقة دائمة ولا عداء دائم. المصلحة، المصلحة اللي بتحكم القرار السياسي. يبقى اذا بعد العداء بين الدولة العثمانية وروسيا بيتحالفوا مع بعض، تحالف عثماني روسي انجليزي، التلاتة اعدائهم فرنسا. لاحظ هذا التحالف الثاني ضد الحملة وليس ضد الثورة. وهذا التحالف اللي نتج عنه كلنا عارفين في منهجنا وقصة الحملة ارسال حملتين اتنين، حملة برية وحملة بحرية. الحملة البرية اللي طلع يقابلها نابليون بونابرت وفشل في فتح عكا، وعاد نابليون بعدما فشل في فتح عكا. كلنا عارفين انه عمل عملية تمصير للقضاء في مصر، بمعنى عزل القضاة العثمانيين الأتراك وعين بدلا منهم القضاة المصريين في أول عملية تمصير للوظائف في مصر. نركز على هذه النواتج من نواتج التعلم المهمة جدا. نابليون بونابرت هو أول من مصر الوظائف في مصر. عندما عاد نابليون الى القاهرة وصله خبر وصول الحملة البحرية عن طريق البحر، الجيوش والقوات العثمانية حملتها السفن الانجليزية واتت بها الى ابي قير، ولكن القوات كانت نزلت على البر. قابلهم نابليون على البر في ابي قير، ولذلك بنسميها ابي قير البرية، وهزم الجيش العثماني وطرده من مصر. يبقى ده التحالف الثاني. عندنا تحالف اوروبي اول ضد الثورة، تحالف عثماني روسي انجليزي ضد الحملة. نتج عنه في النهاية ذهاب نابليون الى عكا وانتصار نابليون على الجيوش العثمانية في معركة ابي قير البرية. وكلنا عارفين ان في هذه النقطة وصل لنابليون خبر مضايقات الدول الاوروبية بزعامة بريطانيا والنمسا لبلده فرنسا، فعاد سرا الى فرنسا. عاد سرا الى فرنسا اكيد بسبب التحالف الثالث. تعالوا مع بعض نشوف التحالف الثالث. تحالف دولي اوروبي ضد الثورة. التحالف الاوروبي في هذه المرة تسبب في عودة نابليون من مصر الى فرنسا. يبقى نركز مع بعض. التحالف الاوروبي المرة الاولى جاء بنابليون من فرنسا الى مصر. التحالف الاوروبي في المرة الثالثة عاد نابليون من مصر الى فرنسا. وكلنا عارفين طبعا ان نابليون ترك كليبر في قيادة الحملة في مصر. تعالوا مع بعض نشوف التحالف الرابع، وكان في زمن مينو.
تحالف عثماني انجليزي، ولكن هذه المرة مفيش روسيا، ولكن انضم بعض المماليك الى القوات الانجليزية والقوات العثمانية، ودخلوا القاهرة وحاصروا القاهرة، واستسلم مينو، ودخلت القوات على مينو وقالت له البس هدومك يلا عشان تسافر. وكانت دي اخر لقطة للحملة الفرنسية في مصر، واستسلم مينو وغادرت الحملة الفرنسية الى فرنسا. اذا انا عندي اربع تحالفات. تحالف اول جاب نابليون من فرنسا الى مصر، تحالف ثاني ضد الحملة وضد نابليون نتج عنه حملة برية وحملة بحرية، تحالف ثالث اوروبي اعاد نابليون الى فرنسا، تحالف رابع انجليزي عثماني مملوكي اعاد مينو الى فرنسا. من هنا نقدر نطلع بنتيجة تعلم مهمة جدا، ان رحيل نابليون عن مصر ورحيل مينو بيتشابهان في السبب، وهو سياسة التحالفات الدولية. نشوف مع بعض التحالف الثلاثي الانجليزي العثماني المملوكي. ادي الدولة العثمانية بقوتها، وادي الاسطول الانجليزي بقواته، وادي جزء من المماليك. يبقى اذن هذا هو التحالف الرابع، التحالف الثلاثي، وهو التحالف الرابع اللي من خلاله دخلت القوات العثمانية بمساعدة مملوكية انجليزية الى القاهرة، وحاصرت مينو، واستسلم مينو، ورحلت الحملة الى فرنسا. ننتقل الى المشهد الجديد، مشاهد الاغتيالات السياسية. بنشوف قدامنا عنوان ثورة القاهرة الاولى. في خلال دراستنا للفصل الاول الحملة الفرنسية على مصر والشام، مر علينا مشهدين اتنين فيهم حالات اغتيال سياسية. الحالة الاولى تمت خلال ثورة القاهرة الاولى، ودي تفاصيل قدامنا عن ثورة القاهرة الاولى التي قادها الازهر الشريف. خلال ثورة القاهرة الاولى استغل المصريون الضعف الذي تعاني منه الحملة الفرنسية، وهاجموا القوات الفرنسية، وتم قتل الحاكم الفرنسي العسكري للقاهرة. وهذه حالة الاغتيال السياسي الأولى. تدمير الأسطول الفرنسي زائد مقاومة أهل الصعيد نتج عنها في النهاية حالة ضعف للحملة الفرنسية، واشتعال ثورة القاهرة الأولى اللي فيها دخل نابليون الأزهر بخيوله، وأثار الشعور الديني عند المصريين، لأن الجمع الأزهر هو رمز مقدس عند المصريون. إذن المشهد الأول لحالة الاغتيال السياسي تمت ضد حاكم القاهرة الفرنسي، أحد ضباط الحملة الفرنسية. تحام نابليون بونابرت وقواته للأزهر كان مخالفة لمضمون منشور نابليون بونابرت. الراجل أول ما دخل قال للمصريين في المنشور إنه بيعبد الله، وإنه بيحترم الأديان، وجاي يساعد المصريين ويخلصهم من المماليك ويخليهم يعملوا حكومة وطنية ويحكموا نفسهم. إذن هذه الحادثة كانت مخالفة صريحة لمضمون منشور نابليون بونابرت. ننتقل إلى حادثة الاغتيال الثانية، مقتل كليبر في شهر 6 عام 1800. الصورة بترمز إلى قيام الشاب السوري الحلبي سليمان الحلبي، كلنا عارفين القصة. ودي لما نجمعها مع بعض كده يبقى احنا نقدر نجمع مظاهر التضامن العربي مع مصر اثناء الحملة الفرنسية. ما ننساش ان مظهر التضامن العربي الاول كان وقوف عرب الجزيرة الى جانب اهل الصعيد ضد قوات نابليون. هذا هو المشهد الثاني من مشاهد التضامن السوري الشامي من الشاب سليمان الحلبي مع المصريين، وهذه حالة الاغتيال الثانية. يبقى احنا رصدنا في هذا المشهد حالتين اتنين من حالات الاغتيال السياسي، حاكم القاهرة وكليبر، ورصدنا مشهدين اتنين للتضامن العربي، تضامن عرب الجزيرة مع اهل الصعيد، وتضامن سليمان الحلبي الشاب السوري الشامي مع المصريين ومقتل كليبر.
ونرجع إلى فشل الحملة الفرنسية في إخضاع أهل الصعيد. استمر طبعا حصار نابليون لأهل الصعيد 10 شهور، وهذه هي الأسباب. هنرجع للأسباب دي في شريحة أخرى بالتفصيل، لكن اللي يهمني في أسباب فشل نابليون في إخضاع أهل الصعيد انضمام قوة من الجزيرة العربية إلى أهل الصعيد، وده بنقول عليه دعم خارجي، المشهد الأول للتضامن العربي. المشهد الثاني مقتل كليبر، زي ما قلنا الشاب السوري الشامي سليمان الحلبي اللي قتل كليبر في دعم عربي للمصريين. تعالوا مع بعض نختم الحلقة الأولى من سلسلة مشاهد ونواتج وأفكار بمجموعة من الأسئلة اللي بتوضح أهمية نواتج التعلم وأفكار الأسئلة. سؤالنا الأول: اهتمت الحملة الفرنسية بالأوضاع الصحية في مصر في ضوء العبارة السابقة، أماكن إنشاء مراكز الحجر الصحي، الأماكن، التوزيع الجغرافي لمراكز الحجر الصحي اللي عملها نابليون لها دلالة سياسية، وهي، وإحنا بنقرأ عبارة السؤال، الجزء اللي فوق ده عبارة السؤال قبل ما ننتقل إلى الاختيارات أو المشوشات زي ما قلنا، لازم أعتبر إن كل كلمة في عبارة السؤال وضع السؤال بيساعدني، فأركز على كل كلمة وحاول زي ما قلنا نتوقف إلى كلمة بنسميها مفتاح الإجابة. يبقى أنا عاوز واحد من الاختيارات الأربعة بيعبر عن الدلالة السياسية لأماكن توزيع المراكز الصحية الجغرافية. يبقى التوزيع الجغرافي للأماكن اللي احنا اتفقنا كم منحصر في القاهرة ودمياط ورشيد والإسكندرية أي شمال مصر له دلالة سياسية، وهي النصيحة الثانية. طبعا لازم أبدأ بالاستبعاد الأول، أستبعد الاحتمالات الخاطئة. هل الدلالة السياسية كان اصطحاب الحملة الفرنسية لهيئة طبية؟ قد تكون المعلومة صحيحة، أكيد نابليون معاه علماء وفنانين وكان معاه أكيد هيئة طبية تمريضية إلى آخره، لكن هذه ليست دلالة سياسية. هل انتشار الأوبئة خلال تواجد الحملة الفرنسية هي معلومة صحيحة ولكنها ليست دلالة سياسية للتوزيع الجغرافي؟ نشوف بقى فشل نابليون في إخضاع الصعيد، دلالة سياسية ولكن بقول تمشي لحد ما اشوف ألف. هل التوزيع الجغرافي يدل سياسيا على سيطرة الحملة الفرنسية على معظم أرجاء مصر؟ وإحنا طبعا عارفين إن الحملة لم تسيطر طوال وجودها على جميع أرجاء مصر، والتوزيع الجغرافي للمراكز، مراكز الحجر الصحي، ليست دلالته السياسية السيطرة على معظم أرجاء مصر. وإلا إذا كانت الحملة عند إنشاء المراكز الصحية كان نابليون وزع المراكز في الشمال والجنوب، إذن الاختيار الصحيح اللي له دلالة سياسية مؤكدة فشل نابليون في إخضاع الصعيد، لأن مين اللي عمل مراكز الحجر الصحي؟ نابليون. إذن الدلالة السياسية للتوزيع الجغرافي أي أماكن إنشاء مراكز الحجر الصحي دلالته السياسية فشل نابليون في إخضاع الصعيد. السؤال الثاني: كسدت التجارة في عهد نابليون بونابرت وضعفت الإيرادات بسبب الحصار، وكلنا عرفنا سبب الحصار من الشمال والجنوب والشمال الشرقي. في ضوء العبارة السابقة أي مما يلي كان نتيجة للموقف الاقتصادي للحملة الفرنسية؟ هذا الموقف الاقتصادي اللي هو إيه بقى؟ التجارة كاسدة والإيرادات ضعيفة، كان لازم نابليون يعالج هذا الموقف الاقتصادي. وإحنا عارفين نابليون اتجه إلى شريف مكة شرقا وتبادل التجارة مع منطقة البحر الأحمر وشريف مكة. تعاون الحملة الفرنسية مع شريف مكة وتعاون شريف مكة مع نابليون ده المقصود من الكلام. ماذا نتج عن ذلك في النهاية؟ هل إصلاح ترسانة الجيزة؟ هل دي نتيجة للموقف الاقتصادي؟ يعني عشان نابليون يعالج ضعف الإيرادات وضعف التجارة بيصلح ترسانة الجيزة، وطبعا كلنا عارفين ان الترسانة دي اللي انشأها مراد بيك.
هل ادخال نباتات جديده الى مصر هيعالج الوضع الاقتصادي؟ واحد يقول لي ما هيدخل نباتات جديده يعني هيكون عنده انتاج زراعي، طب هيوديه فين اذا هو محاصر من الشمال والجنوب والشمال الشرقي؟ لان التجاره كاسده، فحتى لو انتاج زراعي هيزيد بسبب ادخال النباتات مش هيكون له نتيجه مؤثره. هل اتجاه نابليون الى تمصير القضاء، هذا الموقف الاقتصادي نتيجته او من نتائجه اتجاه نابليون الى تمصير القضاء؟ طبعا كلنا عارفين اتجاه نابليون الى تمصير القضاء كان نتيجة مباشرة لفشله في فتح عكا، ونتيجة مباشرة للحملة البرية الى الشام. اذا الاجابة الصحيحة هذا الموقف الاقتصادي ادى الى ان نابليون يعمل علاقات تجارية واقتصادية مع شريف مكة، وده ادى الى خلق تناقض في مواقف الجزيرة العربية تجاه الحملة الفرنسية. ما هو التناقض اللي عمله شريف مكة في التعاون مع نابليون والحملة عكس مباشرة موقف اهل شبه الجزيرة العربية عندما ساندوا اهل الصعيد؟ يبقى جزء من شبه الجزيرة العربية ضد الحملة وضد نابليون، ولكن شريف مكة كان مع الحملة ومع نابليون، اذا ده موقف متناقض. اذا الاجابة الف. ننتقل الى السؤال الثالث. خاضت فرنسا وانجلترا حرب السنين السبع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر. الحرب دي كانت بين انجلترا وفرنسا، لاحظ، في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، واحنا عارفين ان الحملة الفرنسية جاءت في اخر النصف الثاني من القرن الثامن عشر 1798. حرب السنين السبع كانت من عام 1756 الى عام 1763. 63 من 98 يعني حوالي 35 سنة. اذا حرب السنين السبع كانت قبل الحملة الفرنسية حوالي 35 سنة. في النهاية بعض الطلاب لما يقرأ عبارة السؤال ويشوف حدث لم يرد في المنهج يتخض، واحنا قلنا اخطر حاجة على طالب الثانوية العامة انه يتخض من السؤال او من بعض الكلمات في السؤال. هذا الحدث حتى لو انت ما شفتوش في المنهج، لكن كمل عبارة السؤال وفهمها كلها، انا يهمني اللي انا درسته في المنهج. في النهاية حرب السنين السبع كانت ما بين انجلترا وفرنسا في صراع استعماري حول الهند ومستعمرتها في العالم الجديد. يبقى اذا بيقول لي ان حرب السنين السبع دي كانت بين انجلترا وفرنسا، الاتنين بيتخانقوا ويتحاربوا حول مستعمرات في العالم الجديد اللي هي امريكا وكندا وفي الهند. ده موضوع عبارة السؤال. بيقول لي بالاستدلال بالعبارة السابقة، استدل بالعبارة دي، انت عرفت قصة العبارة. في ضوء بقى اهداف الحملة الفرنسية، اذا ما كنتش درست في المنهج جزء من مضمون رأس السؤال، لكن ركز على اللي انت درسته. يعني اذا جالك جزء في السؤال انت ما درستوش، ركز على الجزء اللي انت تعرفه ودرسته. طبعا الهند مرت عليك، وعرفت ان نابليون بونابرت جاي يحتل مصر بهدفه النهائي الوصول الى الهند علشان ينتقم من انجلترا. اذا الموضوع ده انت فاهمه، واللي انت عارفه اكتر في المنهج اهداف الحملة الفرنسية. في ضوء بقى دراستك لاهداف الحملة الفرنسية تستنتج ايه من الاربعة؟ هل تستنتج من ضمن اهداف الحملة لازم تكون عارفها وتمررها في ذهنك وانت في الامتحان؟ بما انك فاكر كويس اهداف الحملة، هل تقدر تستنتج هزيمة انجلترا في حرب السنين السبع؟ احنا لسه بنقول ان نابليون جاي يوصل الى الهند علشان ينتقم من انجلترا، وبنقول هنا صراع استعماري حول الهند. بما ان نابليون بعد 30 سنة من حرب السنين السبع لسه جاي بيحاول يوصل للهند ويسترد الهند، اذا نفهم من كده ان نتيجة حرب السنين السبع كانت هزيمة فرنسا في حرب السنين السبع. يبقى اذا هزيمة فرنسا في حرب السنين السبع، نابليون بونابرت جاي ينتقم لهذه الهزيمة وضياع المستعمرات لصالح انجلترا في حرب السنين السبع. اذا هنستبعد هزيمة انجلترا في حرب السنين السبع.
لان لو كانت فرنسا هي اللي انتصرت كانت اكيد الهند والمستعمرات في العالم الجديد هيكونوا في ايد نابليون وفرنسا. اذا بنستبعد الف، مستحيل تكون انجلترا اتهزمت في حرب السنين السبع، تفوق فرنسا البحري دي احنا متأكدين منها، ان انجلترا كانت بتمتلك اسطول بحري جبار. فبنستبعد ب، هزيمة فرنسا في حرب السنين السبع هو الاستنتاج الصحيح، بدليل ان نابليون جيب الحملة بعد 35 سنة لكي ينتقم من انجلترا، لانها هزمت فرنسا في حرب السنين السبع قبل الحملة ب 35 سنة تقريبا. سيطرت فرنسا على التجارة في المحيط الهندي، مستحيل، ده نابليون من ضمن اهدافه جاي يستولي على مصر ضمن خطة لانشاء امبراطورية استعمارية وصولا الى الهند والسيطرة على التجارة في المحيط الهندي. يبقى بنستبعد الف وباء ودال، ويكون الاستنتاج الصحيح هو ان نتيجة حرب السنين السبع هزيمة فرنسا في حرب السنين السبع. اي العناوين التالية تعبر بشكل ادق عن محتويات الخريطة المرفقة. لما يجي لي في السؤال خريطة او نص او شكل من الاشكال، لازم ادقق كويس في الخريطة او محتواها او الشكل او النص، واراه كويس، اتأمل الخريطة كويس ومحتواها وافهم مضمونها. هنا رسم لي باللون الاحمر خط سير الدوران حول افريقيا وصولا الى الهند، ولاحظ الخط طالع من انجلترا له دلالة، يبقى اذا ده بيقول لي انجلترا مسيطرة على رأس الرجاء الصالح وتصل الى الهند. وبعدين مطلع لي سهمين باللون الازرق من فرنسا، بيقول لي فرنسا عندها طريقين علشان تصل الى الهند. نركز مع بعض، الطريق الاول اللي هو رأس الرجاء الصالح مغلق، من اللي مسيطر عليه؟ الاسطول البريطاني باللون الاحمر. اذا فرنسا ما قدامهاش غير الاحتمال التاني، انها تيجي عن طريق البحر المتوسط وتصل الى الهند. لكن حاطين احنا عقبة باللون الاسود امام فرنسا. كلنا عارفين من ضمن كلام نابليون بونابرت في المنشور اللي وزعه على المصريين انه جاي يخلص المصريين من المماليك. اذا العائق اللي باللون الاسود ده بيمثل ان المماليك كانوا عقبة في مرور التجارة الفرنسية الى الهند. يبقى اذا انا دلوقتي فهمت ان انا عندي طريقين لفرنسا عشان تصل الى الهند، الطريق الاول مغلق عن طريق الانجليز والطريق الثاني مغلق عن طريق المماليك. تعال بقى نرجع للسؤال بتاعنا، واحد من الاربعة بيعبر عن محتوى الخريطة. هل الكشوف الجغرافية؟ مستحيل طبعا يكون بيتكلم عن الكشوف الجغرافية. واحد يقول لي ما هو ده اكتشاف رأس الرجاء الصالح، اقول له لو كان يقصد الكشوف الجغرافية كان السهم الاحمر ده طلع من البرتغال، لان البرتغال هذه الدولة الصغيرة هي اللي اكتشفت رأس الرجاء الصالح. يبقى مستبعد ان هذا العنوان الكشوف الجغرافية بيعبر عن كل مضمون ومحتويات الخريطة. الاحتمال الثاني عوامل ضعف التجارة الفرنسية قبيل الثورة. الاحتمال الثاني عوامل ضعف التجارة الفرنسية قبيل الثورة. فعلا محتويات الخريطة بتقول ان ده عائق امام فرنسا للوصول الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح، وهنا عائق لوصول فرنسا الى الهند عن طريق مصر. يبقى العنوان باقي يمشي، لكن لازم اتاكد ان جيم ودال غلط قبل ما انتقل للسؤال التالي. هل محتويات الصوره تدل على نتائج الثوره الفرنسيه؟ مستحيل طبعا، مفيش اي حاجه في محتويات الصوره بتتكلم عن نتائج الثوره الفرنسيه. دال هدف لويس السادس عشر من الاستيلاء على مصر. هل محتويات الصوره كلها بتدل على هدف لويس السادس عشر من الاستيلاء على مصر؟ لا طبعا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه عوامل ضعف التجاره الفرنسيه قبيل الثوره، اللي بتقول لنا عندنا عاملين المماليك في مصر والانجليز في راس الرجاء الصالح. حاجه مهمه جدا بنعملها مع بعض، ركز حتى واحنا بنتناقش مع بعض في ازاي نحل الاسئله، بنطلع بنواتج تعلم مهمه جدا.
احنا عنوان السلسلة بتاعتنا في قناة المحيط الأحمر مشاهد ونواتج وأفكار. نشوف مع بعض السؤال التالي: أي مما يلي كان بمثابة عائق أمام التجارة الفرنسية قبل وصول الحملة الفرنسية؟ السؤال بيلمح للسؤال اللي قبله. نطلع من كده بإيه بقى؟ إن أنا بكون عارف المعلومة، بكون عارف نتيجة التعلم، ممكن تجيلي في الامتحان بأكتر من طريقة وبأكتر من فكرة، المهم أكون عارف ومستوعب وفاهم نواتج التعلم. تعالوا مع بعض هنا، السؤال طبعا هيكون سهل. أي مما يلي كان بمثابة عائق، احنا لسه قايلين دلوقتي العوائق. تعالوا كده نشوف مع بعض: هل المماليك في مصر، واحد هيقول لأي، سيطرة انجلترا على رأس الرجاء الصالح، صح احنا لسه قايلينها. هل التحالف الأوروبي ضد الثورة، التحالف الأوروبي ضد الثورة طبعا عائق، لأن التحالف الأوروبي كان عامل حصار على الثورة وعلى فرنسا نفسها. طبعا جيم إجابة صحيحة، لأن التحالف الأوروبي كان عامل حصار على فرنسا، وبالتالي كان عائق أمام التجارة الفرنسية. يبقى احنا في السؤال ده بنطلع بنتيجة تعلم مهمة جدا، إن أنا عندي ثلاثة أسباب لضعف التجارة الفرنسية في فرنسا قبل الحملة: المماليك في مصر، الانجليز في رأس الرجاء الصالح بأسطولهم الجبار، التحالف الأوروبي. وبخصوص التحالف الأوروبي اللي كان عامل حصار على فرنسا نفسها، إن شاء الله في الفصول القادمة لما نيجي نتكلم عن الجزائر هنعرف إن الجزائر كانت بتخترق هذا الحصار الأوروبي وتمد فرنسا بكميات كبيرة من القمح. ولما الجزائر جت تطالب بتمن قروض القمح لفرنسا، فرنسا رفضت وقامت باحتلال الجزائر. طبعا هذه الأسئلة بتجيلنا في نهاية العام، بنكون فهمنا كل الفصول وكل المنهج في دماغنا ونقدر نجاوب. إذا الإجابة الصحيحة، بما إن ألف صحيحة وباء صحيحة وجيم صحيحة، يبقى كل ما سبق. لحد هنا بتنتهي الحلقة الأولى من حلقات السلسلة بتاعتنا هذا العام، وهي مشاهد ونواتج وأفكار. نركز مع بعض على نواتج التعلم، ونركز مع بعض على أفكار الأسئلة. أتمنى إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا استفادة كبيرة من الحلقة الأولى، وإن شاء الله انتظرونا في حلقات متتالية في منهج التاريخ بهذه الطريقة إلى نهاية العام 2024، وتدخلوا الامتحان إن شاء الله وتجيبوا أعلى الدرجات.